هاي ذاك جمابة الوحشة. صدى صيحاته الغنائية من جبال الأوراس الشامخة بخامة صوتية تلاعب الوتر الحساس. يا الوحشة عمي عيسى إبراهيمي، أحد رواد الأغنية الشاوية ومؤسس فرقة أمناي التي تعني الفارس الأصيل. تلحين بار اكزومبل، تلحين تشين تلحين تنسبيرات سي الفولكلور، تنسبيرات سي لوريجين، سي ثالا نغنانا مخاط هاد نجبد السين لحن وث موديرنيزا من جلت المتا هاد موديرنيزا باش انا دي نجم هادي يوكي رابيدمون، وهادي نجم هادي السور في الارسام تسمى هادي روح عيار باش انا لوراي لدا تاع موش الجيريان موش شاوي موش بربره لدا تسليت تنجم تعقليت باسكو هادي ولا تغوص يونيفرسال. السنة شراعيغ في طور زمنت بالدغور زيغ ما تخسغ نتشودو فيغ منطيق وضرويق. أسفر أو الشعر كثيرا ما يتخذ نصا لمؤلفة غنائية. الشاب علي عنون يبدع في هذا الفن ويسير على خطى جيل خلق فنا مميزا. الارت سوا دي ديت مدياز نيغ ديت غوشت الغناء نيغ الشعر هنين مرتبطين س بعضاهم لأنه لا شونسو تموقع فوسفرو واسفرو لا شونس في التجان هذه توكتب. الأغنية الشاوية فن يرتقي بتمازج الفنون وتضافر الجهود.